القاطنون بسكنات المدينة القديمة على مستوى نهج عبد الحميد بوتلجا وسط مدينة سكيكدا يعيشون رعبا حقيقيا بسبب انهيار وانزلاق التربة تحت مساكنهم على خلفية أشغال إنجاز مركز تجاري. صاروا انشقاقات في الطريق، خرجنا احنا بالسكان، جبنا الحماية المدنية على ثلاثة أسبع، جاء كان تدخل من الحماية المدنية، داروا محضر وروحوا ما كاين والو. من بعد صباح اتصلنا برئيس البلدية، جاء رئيس البلدية شاف، جات فرقة تاع البلدية اللي دخلت للشونتي هذا مع الشركة. درك ما هم قاعدين ينحيوا في التراب، ولكن هنا الوضعية حد الآن راهي خطيرة. كاين الناس تاع المدرسة القرآنية الأولاد يعديوا يقراوا منه يجيو. السكان استنكروا قيام صاحب المشروع باستئناف الأشغال مع انطلاق الدخول المدرسي وعودة موسم الشتاء، كما أبدو استيئان كبيرا من موقف السلطات الوصية. نطلبوا الطريق تولي كما كانت، بيسك البارح في الليل رانا ما رقدناش خلاص. المشروع هذا درك من فيفري هو يعني خلاو حتى مي وجوان، وين كانت ما كان لي زانتومبيري، جاو درك في سبتمبر درك كاين المشاكل. الغريب بحسب المتضررين أن صاحب المشروع تلقى إشعارا بالتوقف عن الأشغال منذ أشهر بعد أن وقف والي الولاية على الوضع بعين المكان، غير أنه استأنف أشغاله من دون أن يتخذ أي احتياطات تذكر لسلامة هؤلاء الناس.